بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الطلاب الأعزاء، طلاب وطالبات جامعة ميد أوشن، طلاب وطالبات برنامج ماجستير الإدارة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة من مقرر Strategic and Operational Management MGM 630، الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية. المحاضرة العاشرة بعنوان Operations Management، الإدارة التشغيلية. سوف نتحدث عن هذه الجزئية، أو في هذه المحاضرة، عن الجزئية الثانية من المقرر، ألا وهي الـ Operational Management أو الإدارة التشغيلية. الكي كويشنز، الموضوعات يعني التي سوف نتناولها في هذه المحاضرة، تتمثل في هذه الأسئلة. بالتالي يعني سوف نعرف الـ Operation Management، What is Operational Management، ما هي الإدارة التشغيلية، and why is Operations Management important in all types of organization. يعني لماذا تعتبر إدارة أو الإدارة التشغيلية هي مهمة في جميع أنواع المنظمات؟ يعني عندما نقول جميع أنواع المنظمات، المنظمات الربحية وغير الربحية، المنظمات الكبيرة والثقيلة، والمنظمات الخدمية والإنتاجية، كل هذه أنواع المنظمات يعتبر الإدارة التشغيلية هي إدارة مهمة. Why؟ لماذا؟ سوف نجيب على هذه السؤال ونعرف لماذا يعتبر هذه الإدارة مهمة في كل هذه أنواع المنظمات أو الشركات. What is the input transformation and output process؟ يعني أيضا، ما هي عملية الـ input اللي هو المدخلات، والـ transformation العمليات التحويلية، وكذلك المخرجات. نتعرف على العملية. هنا What is the process hierarchy؟ ما هي التسلسل الهرمي للعملية؟ Also we have how to operations and processes differ. كيف تختلف العمليات والجانب التشغيلي؟ يعني ما هي الاختلافات ما بين العمليات والتشغيل داخل المنظمة أو داخل العملية الخاصة بمجال معين. Finally, we have what do operations managers do؟ ماذا يفعل مديري الإدارات التشغيلية أو المدير التشغيلي في المنظمات، أو المديرين التشغيليين أو المديرين في الإدارات التشغيلية، ماذا يفعلون؟ هذه هي اللي هو الموضوعات أو الكي كويشن أوف ذيس ليكشر. I will explain this question and answer this question in this lecture بمشيئة الله تعالى. Introduction. Operations management is about how organizations create and deliver services and products. يعني الإدارة التشغيلية هذه operations تدور حول كيفية إنشاء create which is very important. يعني إنشاء المنظمات والتقييم، و at the same time introduce تقديم المنتجات والخدمات. تدور حول كيفية إنشاء المنظمات وتقديم المنتجات والخدمات. هذه هي اللي هو الجوهر الأساسي للإدارة التشغيلية. Everything you will eat، يعني أي شيء، الأشياء التي نقوم باعتدائها، نقوم باستخدامه، أو نقوم بكل حتى use read and knowing about any on the sport، الأشياء الرياضية
فيلد يعني المجال الرياضي comes to you، يعني التي تأتي لك أنت ك يعني مستهلك أو عميل أو شخص موجود، هذه بفضل مديري الإدارة التشغيلية من خلال إدارة تسمى الـ Operational Management. بالتالي هو organize its creation and delivery، هي الإدارة التي تقوم أو الإدارة التي تقوم بتنظيم إنشاء هذه الأشياء وتسليمه إلى المستهلك أو العميل. بمعنى إنه الإدارة التي الإدارة التشغيلية هي الإدارة التي تقوم بإنشاء وخلق المنظمات للخدمات والمنتجات. ما هي المنتجات والخدمات؟ الأشياء التي نرتديه، والأشياء التي نأكله، والأشياء التي نقوم نجلس عليه، والأشياء التي نقرأه، والأشياء التي يعني نستخدمها في الجانب الرياضي. كل هذه الأشياء المستخدمة والتي نقوم ب يعني استهلاكها هي بفضل إدارة في المنظمة تسمى الإدارة التشغيلية، هي التي تنظم وتنشئ وتسلم هذه المنتجات والخدمات للمستهلك. تعالى هذا هو الـ Operation Management. So what next؟ The first key questions and the first topic: what is operational management؟ ما هي الإدارة التشغيلية؟ Operations management is the activity of managing the resources that create and deliver services and product. الإدارة التشغيلية هي نشاط إدارة الموارد، يعني هي نشاط من خلاله بيتم إدارة الموارد الموجودة في المنظمة، التي تخلق وتقدم الخدمات والمنتجات. create يعني سر عملية الإدارة التشغيلية is create، تقوم بإنشاء وخلق الخدمات والمنتجات and then deliver these services and product. the operations function is a part of the organization that is responsible for this activity. يعني وظيفة الوظيفة التشغيلية هذه الـ Operation Functions هي وظيفة من وظائف المنظمة، يعتبر وظيفة من وظائف المنظمة أو وظائف الشركة. هذه الوظيفة هي جزء من المنظمة تكون مسؤولة عن هذا النشاط. ما هي النشاط؟ نشاط التي تقوم بخلق السلع والخدمات وتسليم هذه السلع والخدمات. بالتالي every organization has an operation functions، أي منظمة أو أي شركة لديها إدارة تسمى إدارة أو لديها وظيفة تسمى وظيفة العمليات operation functions أو وظيفة تشغيلية. why؟ because every organization create some type of services. لماذا؟ كل منظمة أو كل شركة لديها إدارة تسمى بالإدارة التشغيلية. السبب because every organization create some type of service and or product، أي منظمة تقوم بخلق نوع من الخدمات أو نوع من المنتجات. إذا كان المنظمة طبيعة عمل منظمة منظمة خدمية تريد أن تخلق هذه الخدمات وتقدمها وتسلمها للعملاء، أو إذا كان المنظمة هذه تقدم سلعة تقوم بإنتاج هذه السلعة أو المنتج وتسلمها إلى العملاء. لذلك أي منظمة تمتلك إدارة وظيفة تسمى وظيفة التشغيلية. However, not all types of organizations will necessarily call the operations functions by this name. يعني مع ذلك أو مع هذه الأهمية الموجودة لهذه الإدارة في المنظمات، لكن يعني كل أو جميع المنظمات لن تسمي أو لم تستدعي أو تسمي هذه الإدارة
أو تسمي هذه الإدارة بالضرورة وظيفة تسمى وظيفة تشغيلية بهذا الاسم، يعني النيملي. يعني قد تأخذ مسميات أخرى في بعض المنظمات أو بعض الشركات. يعني في بعض المصطلحات التي تستخدم للعبارة عن هذه الاسم، اسم اللي هو إدارة العمليات. نود in addition that we also use the short terms، يعني اختصار لهذه الإدارة تسمى operations العملية. or العملية اللي هو يعني الجانب or operations الجانب اللي هو التشغيل كذلك. يعني بعد المنظمات تستدعي أو تقوم بتسمية الإدارة التشغيلية بأنها تشغيل فقط، تشغيل خلاص، جانب تشغيلي الذي يقوم بالعمليات داخل المنظمة، العمليات الإنتاجية to create service and product to deliver this service or a product. هذه الإدارة التشغيلية also operational managers، مديري الإدارة التشغيلية أو مديري التشغيل are the people who have particular responsibility for managing some or all of the resources that make up the operations functions. مديري التشغيل أو مديري الإدارة التشغيلية تعريف، يعني من هم؟ هم الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية responsibility، مسؤولية خاصة لإدارة بعض أو كل الموارد التي تشكل وظيفة التشغيل أو الوظيفة التشغيلية. هؤلاء هم مديري التشغيل أو مديري الإدارة التشغيلية Operation Managers، والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية خاصة لإدارة بعض أو كل all يعني some or all بعض أو كل هذه الموارد التي تشكل وظيفة تسمى بوظيفة الـ Operational Functions، وظيفة التشغيل أو وظيفة التشغيلية. مرة أخرى again in some organizations the operation manager call could be called by some other's name، يعني في بعض المنظمات مديري التشغيل يعني يستدعو هذا الاسم أو الإدارة التشغيلية بأسماء أخرى other name. يعني الإدارة التشغيلية في بعض المنظمات لديها مسميات أخرى من قبل المديرين ومن قبل المانجر أو المدير نفسه، يعني هي ما بنفس الاسم لكن على حسب طبيعة المنظمة أو الشركة قد يكون لها اسم آخر لكن تقوم بنفس الوظيفة ألا وهي وظيفة كرييت، إنشاء السلعة والخدمة في المنظمة. فور إكزامبل، بالنسبة كمثال يعني بعض الشركات قد يطلق على يعني لهذا الأداء مثلا فيل اوف مانجر، مدير الاسطول. في 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 شركه تسمى من شركه اللي هو الديستريبيوشن كومباني، شركات التوزيع، شركات التوزيع المدير التشغيلي اسمه اللي هو يعني يدعى او يسمى اللي هو فليت مانجرز، مدير الاسطول. ذا ادمنستريتيف مانجر، المدير الاداري. ما هي الجهه او المنظمه التي يعني يسمي مدير التشغيل المدير الاداري؟ في الهوسبيتال، مستشفيات، المستشفى. المدير الاداري هو او الادمنستريتيف مانجر هو المدير التشغيلي او هو مدير الاداره التشغيليه.
في بعض المنظمات تسمى الستور مانجر. ستور مانجر which is mean مدير المتجر. مدير المتجر هذا في السوبر ماركت هو الذي يقوم بالجانب التشغيلي. يعني هذا توضيح لبعض المنظمات أو بعض الشركات يعني تسمي مدير التشغيل أو مدير الإدارة التشغيلية بمسميات أخرى، لكن هذا المسمى هو الذي يقوم بالعمليات أو الوظائف الذي يقوم به المدير التشغيلي في المنظمات. بالتالي في جدول اللي هو هذا الجدول، جدول رقم واحد هذا show some of the activities of the operation functions for various type of organizations، يعني توضح بعض الأنشطة الوظيفية لوظيفة الإدارة التشغيلية لأنواع مختلفة من المنظمات، أنواع مختلفة من التنظيم نفسه في المنظمات، في type of organization، في أنواع المنظمات. طيب هذا هو يعني and some activities of the operation function in the various organizations. الأنشطة لوظيفة العمليات أو الوظيفة التشغيلية في أنواع مختلفة من المنظمات. يعني هذه مجموعة من المنظمات أو مجموعة من الشركات. الإدارة التشغيلية في كل، عشان أوضح لك إنه مسمى إدارة تشغيلية، لكن في كل منظمة لديها اسم مختلف ولكن تمارس نفس الأنشطة التي يعني تدعى كرييت تنشئ. إنترنت سيرفيس في يعني او الوظيفه او مدير التشغيل في الانترنت سيرفيس بروفايدر. الانشطه نفس الانشطه لكن المسمى بيختلف عن الفاست فود تشين. يعني هنا حذر المطاعم او الريستورانت ايضا لديهم مدير تسمى بمدير اللي هو التشغيل. كذلك انترناشونال ايد تشاريتي ايضا كذلك في شخص قائم بالعمليات لهذه التشاريتي. فاينالي فيرنيتشر مانيفاكتشرنج، الشركات الخاصه بالمؤسسات او ايضا لديهم مدير تشغيلي. المسميات في هذه الشركات تكون هناك اختلافات في المسميات للمدير التشغيلي، لكن يمارس نفس الأنشطة. النشاط الوحيد الذي يمارسه، النشاط الأساسي الذي يمارسه الإدارة التشغيلية to create service or product and deliver. هذا هو ما اختلاف الشركات، لكن الإدارة التشغيلية الإدارة التي تقوم بالكرييت أو تقوم بخلق السلعة أو الخدمة من ثم تقديم هذه السلعة والخدمة إلى المستهلك في المجال المحدد. So what next? Operation in the organizations. التشغيل في المنظمة، في المنظمة. تالي يعني the operations function is central to the organization because it create and deliver services and products. خلاص احنا لازم نتفهم انه الإدارة الوظيفة التشغيلية هي مركزية بالنسبة للمنظمة. لماذا؟ لأنها تنشئ وتقدم الخدمات والمنتجات، يعني الوظيفة الأساسية because to create السيرفيس والخدمات وتسليم هذه الخدمات في المجال المحدد. بالتالي which is the reason of the existing، هذا هو سبب وجودها في المنظمات أو وجود المنظمات لإدارة تسمى إدارة تشغيلية داخل المنظمات. The operations function is one of the three core functions of any organization، يعني يعتبر وظيفة تشغيلية هذه واحدة من ثلاثة وظائف أساسية لأي منظمة. يعني إذا تحدثنا عن ما هي الوظائف الأساسية لأي منظمة هي ثلاثة وظائف أساسية، ويأتي وظيفة التشغيل أو الإدارة التشغيلية هي من ضمن هذه الوظائف الثلاثة. ما هي الوظائف الثلاث المهمة لكل منظمة؟ ماركتينج، تسويق مهم جدا، وظيفة التسويق. لماذا؟ لأنه التسويق مسؤول عن توصيل الخدمات والمنتجات
الخاصة المنظمة إلى الأسواق المختلفة زي الماركتس. أيوة، زي التسويق، بعد ما تعرف بتوصل هذه المنتجات والخدمات إلى الماركت in order to generate customer request من أجل إنشاء طلبات العملاء. الوظيفة الثانية المهمة في المنظمة اللي هو the product service development functions، مهمة جدا، تطوير المنتج أو الخدمة. هذه نمرة اثنين، مهمة جدا، يعني يكون يعني كيف نطور من المنتج أو الخدمة في المجال المحدد. هذه تكون مسؤولة عن اللي هو responsible for coming up with the modify the service and product in order to generate future customer request. ابتكار خدمات ومنتجات جديدة، هذه معدلة من أجل إنشاء طلبات خد يعني طلبات الخاص بالعملاء والمستهلكين في المستقبل future، الأشياء التي يطلبها المستهلكين في المستقبل. ثلاثة، الوظيفة المهمة في المنظمة هي وظيفة التشغيلية operations functions which is responsible for the creation and delivery of services and products based on the customer request. الوظيفة التي تكون مسؤولة عن 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 إنشاء create وكذلك at the same time تقديم الخدمات والمنتجات بناء على طلبات العملاء. تمام، هذه يعني إدارة العمليات، واحدة من الإدارات الثلاث المهمة في أي منظمة أو أي شركة. لماذا؟ بالتالي تقوم بعملية الكرييشن للسلع والخدمات. من الذي يوزع؟ إدارة التسويق تقوم بعملية التوزيع. من الذي يقوم بتطوير المنتج أو الخدمة؟ إدارة الخاصة بالتطوير Service Development Functions. What next? It is fundamental to modern management that a functional يعني من يعني الإدارة الاستراتيجية الحديثة يعني تعيق الحدود الخاصة بالوظيفية للعمليات الخاصة بالجوانب التشغيلية أو بالتشغيلات التشغيل الخاص التشغيل الداخلي الإفكتيفلي الفعال في مجال معين. بالتالي الفيجر هذا الشكل ستريت سم اوف ذا ريليشن شيب بتوين اوبريشنز اند اذرز فانكشنز ان ذا تيرم اوف ذا فلو اوف انفورميشن بتوين ذم. شكل رقم اثنين، هذا الشكل يوضح يعني هنا من الاساس الجانب هذا في المودرن مانجمنت. اشرح هذه النقطة هذه مرة أخرى. في المودرن مانجمنت انه في الإدارة الحديثة هذه لا تقوم بإعاقة الوظيفة الخاصة بالعمليات الداخلية الفعالة. لذلك الشكل هذا بوضح العلاقة بين العمليات والوظائف الأخرى. العمليات اللي أقصد بها هو الجانب الخاص بالأوبريشنز نفسه التشغيل مع الوظائف الأخرى من حيث أن تدفق المعلومات في المجال المعين. يعني follow of information between them. يعني الريليشنشيب هذا بين هذه الوظيفة اللي هو وظيفة الأوبريشنز and others functions مع الوظائف الأخرى من خلال تدفق المعلومات بين هذه الوظيفة والوظائف الأخرى. So, الشكل ونشوف المعلومات التي تحتاجها كل وظيفة من هذه الوظيفة اللي هو وظيفة التشغيل. نجد هنا الأوبريشن مانجمنت سنتر أوف أورجنايزيشن، هذه الأوبريشن الوظيفة التشغيلية. هذه الوظائف الأخرى في المنظمة التي تحتاج أو تدفق المعلومات مع الإدارة الخاصة بالإدارة التشغيلية. طيب، ما هي أول حاجة الأعلى التكنولوجيكال فانكشنز، الوظيفة التكنولوجية. تمام، في معلومات يعني هذه المعلومات تبادل المعلومات. الإدارة التشغيلية بروديوس تكنولوجيز نيدز، أما التكنولوجيكال فانكشنز المعلومات التي يتبادلها مع الإدارة التشغيلية produce technological options. تمام، هنا في الإدارة الثانية أو الوظيفة الثانية من وظائف المنظمة product service development functions، هذه نمرة اثنين. ما هي المعلومات التي يعني تتبادلها هذه الإدارة مع إدارة التشغيل؟ new product service and ideas.
يعني هذا الإدارة يحتاج نيو برودكت سيرفيس اند ايديز. بالتالي الإدارة التشغيلية بالتالي هنا جاء من كلمة اللي هو كوميونيكيتنج ذا كابابيلتيز اند كونسترينت اوف اوبريشنز بروسيسز. هكذا هذه كل المعلومات، هذه المعلومات مع الماركتنج مانجمنت، تبادل المعلومات ما بين الإدارة التشغيل وإدارة التسويق، وهنا المعلومات التي يعني يتبادلها إدارة التشغيل مع Information System Functions وظيفة نظم المعلومات، وكذلك هنا المعلومات المهمة جدا التي يتبادلها إدارة التشغيلية مع إدارة الـ Human Resources Management أو Human Resources Management Functions مع وظيفة الموارد البشرية. Finally المعلومات هذه المتبادلة ما بين الـ Operations Functions الوظيفة التشغيلية مع الـ Accounting and Finance Functions وظيفة المحاسبة والتمويل. بمعنى أنه يعني هذه الوظيفة تتبادل في المودرن في الإدارة الحديثة، أنه تتبادل المعلومات مع أو لديها علاقة كبيرة جدا مع عدد من الوظائف أو جل الوظائف الموجودة داخل المنظمة في المجال المحدد، وتنبني هذه العلاقة في تبادل المعلومات في أو تدفق المعلومات بينها وبين هذه الوظائف الأخرى. والمعلومات هذه تساعد في اتخاذ قرار لأي وظيفة من هذه الوظائف، ومن ثم القرار الكلي التي تصب في مصلحة المنظمة والأداء العام للمنظمة. What next? Why is operation management important in all type of organization? لماذا تعتبر إدارة تشغيلية أو هي مهمة في جميع أنواع المنظمات؟ In some type of organization, it is relatively easier to visualize the operational functions and what it does, even if we have every seen it. يعني في بعض أنواع المؤسسات أو المنظمات يعني من السهل نسبيا تصور وظيفة العمليات وماذا تفعل حتى لو لم يعني نراها من قبل أو لم نرى هذه الوظيفة من قبل، لكن من السهولة بمكان نتعرف على ماذا تفعل هذه الإدارة. وده مثال بيوضح أنه يعني لوظيفة خاصة بالإعلان، وبنلقى أنه بعض الوظائف اللي هو الأدفرتايزنج أجنسي وكالات ماذا تفعل مثلا الوكالة الخاصة بالإعلانات، يعني لم نرى هذه يعني مهام الوظيفة التشغيلية في وكالة خاصة بالإعلان، لكن at the same time احنا بنجد أنه هناك شيء ملحوظ وقدم هذا بمثابة أو بفضل وظيفة تسمى الوظيفة التشغيلية أو الإدارة التشغيلية التي يمتلكها هذه الوكالة. At the same time and the other operational functions حتى الوظائف الأخرى الخاصة بالجوانب التشغيلية. بالتالي يعني تكمن يعني الجانب الخاص في يعني أي إدارة أو تكمن في أي إدارة تشغيلية في أي منظمة إذا هي مرئية أو غير مرئية، تكمن سر هذه الإدارة في كلمة واحدة ألا وهي كلمة الكرييت. كرييت أو اللي هو كلمة الإنشاء، لأنه الوظيفة هذه في أي إدارة إذا كانت هي مرئية أو غير مرئية هي to create services أو to create product and deliver this service or product to customer or to consumer. هذه اللي هو الجوهر السر الخاص لهذه الوظيفة يعني إن نراه أو لا. لذلك يعتبر هي مهمة في كل المنظمات أو كل الشركات. يعني الإجابة لهذا السؤال باختصار، لماذا تعتبر يعني إدارة تشغيلية هي إدارة مهمة في كل المنظمات؟ لأنه هي الإدارة التي تقوم بإنشاء السلع والخدمات التي تقدمها المنظمة. Create. What next? Also the automobile plant and the diversity agency do have one important element in common. Both have a higher objective to make profit from creating and delivering their product or service. نهاية إنه يعني شركة السيارات ووكالة الإعلان لديها عنصر مشترك، لكن
وهذا العنصر الاشتراكي المهم، ان كلاهما الادارتين لهم هدف اعلى هو تحقيق ربح بروفيت. وكيف نحقق الارباح او كيف تحقق هذه الارباح؟ ذلك من خلال كرييت، انشاء وتقديم المنتجات والخدمات، كرييتنج اند ديليفرينج زير برودكتس اند سيرفيسز في المجال المحدد. هذه يعني الوظيفه الخاصه بالعمليات او الجانب الخاص بالجانب العمليات، أو الوظيفه الخاصه بالعمليات من اهم الوظائف، وظيفة العمليات التي تمارسها الإدارة التشغيلية داخل المنظمة في المجال المعين. طيب so whether terminology is used there is a common them and a common purpose to how we can visualize the operations activity in any type of organization. بالتالي small or large, service or manufacturing, public or private, profit or non-profit، كلها يعتبر فيها الإدارة الخاصة بالعمل هي إدارة مهمة جدا، يعني مهمة الإدارة التشغيلية في كل أنواع مما تقدمه من activity in any type of organization. هذه small شركة صغيرة أو كبيرة، خدمية أو تصنيعية manufacturing، في public أو في private في العام أو الخاص، في profit الربحية اللي هو الهادف للربح أو المنظمات الغير هادفة للربح، كلها تعتبر إدارة العمليات هي إدارة مهمة في هذه الجوانب من الإدارات، لذلك هي كانت مهمة في كل هذه المنظمات. لماذا؟ لأنه الإدارة التي تقوم بإنشاء السيرة والخدمات بهدف الربح أو من غير هدف الربح. بالتالي Operation Management use resources to appropriately create output that fill that fulfill defined market requirement. يعني هذه الإدارة تستخدم الموارد لإنشاء النواتج المناسبة، يعني لم يكن هناك resources لا يكون هناك نواتج، يعني إنشاء الكرييت والتسليم هذا based on the resources، يعني الموارد التي يتم استخدامها في نواتج لإنشاء هذه النواتج التي تفي بمتطلبات السوق المحددة. هذه كرييت، هذه الغرض، بالتالي ريكويرمنت ماركت ريكويرمنت تعرف او يعني تفي باحتياجات او متطلبات السوق. هنا الفيجر هذا اللي هو الشكل رقم 3 او ايفر زو ذا اسينشال ناتشورال ان بيرفس اوف اوبريشن مانجمنت از ذا سيم ان اني تايب اوف اورجانيزيشنال ذير ار سم سبيشال ايشوز تو كونسيدر particularly in similar organizational and those whose purpose is to maximize something other than profit. شوف الشكل هذا يعني يوضح هذه العملية. تالي رغم من هذه الأنظمة أو الأشياء هذه الطبيعية الأساسية، الغرض من إدارة التشغيل نفسه في أي نوع من المنظمات أن هناك بعض القضايا الخاصة التي يجب أن تراعى، الايشوز قضايا الخاصه التي يجب ان تراها في هذه العمليه، لا سيما في المنظمات الصغيره والتي تهدف الى تعظيم شيء اخر غير الربح، حتى المنظمات التي لا تهدف الى الارباح. وات نيكست، هذا هو الشكل يوضح انه يعني الاوبريشنال مانجمنت يوزز استخدامات الجانب الخاص بالاداره التشغيليه من خلال الريسورسز تو ابريبيتلي، يعني من الموارد to appropriately to تقوم بعملية الكرييت، تصبح هنا output that fulfill، تقوم بعملية اللي هو and define، تعريف شيء معين للماركت and then المتطلبات الموجودة في السوق اللي هو requirement. هذا هو استخدامات الجانب الخاص للعملية التشغيلية أو الجانب التشغيلي أو الإدارة التشغيلية. Operational management is in the smaller organization. إدارة تشغيلية في المنظمات الأصغر، منظمات يعني صغيرة جدا، هي بل أصغر smaller. Operations management is just an important in smaller and small organization as it is in large ones. يعني هي كذلك تعتبر هذه الإدارة مهمة جدا في المؤسسات الصغيرة كما هو في المنظمات الكبيرة، يعني مهم في كل المنظمات كما شرحنا انه يعني في كل المنظمات
بالتالي يعني لا تنظر هذه المنظمة إلى أن يكون هناك يعني حجم معين أو سايز معين، لا، في كل المنظمات هي تعتبر مهمة، إذا كان في السمول كومباني أو في اللارج أو في اللارج كومبانيز، لأنها تقوم بنفس المهام بنفس الوظيفة اللي هو وظيفة الكرييت، لكن تختلف بعد ذلك في كل يعني في كل النشاط، لكن كجانب خاص بالعملية أو الجانب الخاص بأنها تكون لديها يعني وظيفة هي كرييت خلاص، لكن تختلف من نشاط إلى آخر وحجم الشركة أو نوع الشركة، لكن كنشاط تختلف من نشاط الآخر، لكن هي مهمة في كل المنظمات العظيمة. نصل لمعلومة إنها الـ Operation Management is important in all type of in all type in organizations، في كل أنواع المنظمات أو الشركات، تمام؟ هذه اللي هو في المنظمات الصغيرة. So أيضا يعني such an informal structure can allow the company to respond quickly as opportunities or problems present themselves. بالتالي يعني يمكن أن يسمح هذا الهياكل القيادة الرسمية أيضا يعني وجود إدارة تشغيلية في هياكل القيادة الرسمية هذه تسمح للشركة بالاستجابة بسرعة عندما تظهر الفرص أو المشاكل في المجال المعين. بالتالي بعض decision making can also became in here بعض decision making and also became اللي هو confuse the individual's roles overlap. هنا يعني يوضح انه يعني يمكن ان يصبح صنع القرار decision maker صنع القرار يكون مشوش مع تداخل ادوار الافراد ان لم يكن هناك يعني الادوار واضحه بشكل صريح، تمام؟ بالتالي يعني small companies الشركات الصغيره هذه يعني احنا لازلنا نتحدث عن عنوان هذه المجال هو يعني اداره العمليات او اداره التشغيليه في المنظمات الصغيره. small companies may have actually the same operational management issues as large ones، يعني نفس في الشركات الكبيرة، but they can be more difficult to separate from the mass of other issues in the organizations. تمام، دي نقطة مهمة نشرح هذه النقطة، إنه المنظمات الصغيرة أو الشركات يعني الصغيرة قد تكون يعني لديها يعني نفس المشكلات الخاصة بإدارة العمليات تماما في الشركات الكبيرة. يعني المشكلة التي تواجه إدارة العمليات في المنظمة الصغيرة هي نفس المشكلة التي تواجه إدارة العمليات في المنظمات الكبيرة تماما. بالتالي لكن يعني قد يكون من الصعوبة بمكان نفصل عن مجموعة المشكلات الأخرى الموجودة في المؤسسة مع المؤسسة الأخرى فيما يتعلق بالجانب الخاص بالعمليات. يعني لا يكون هناك سبريت، لا نستطيع أن نفصل هذه الجوانب سبريت. However, small operations can also have significant advantage. إنه يعني المنظمات مع ذلك إنه المنظمات الصغيرة أو يمكن أن يكون للأوبريشن المنظمات الصغيرة مزايا كبيرة، وهذه المزايا توضح الحالة التي يعني تكون في لديها بعض المزايا في المجال المحدد، الحالة التي تقوم بها العملية. لذلك إنه Operational management is important in smaller organization في المنظمات الصغيرة أو الأصغر في المجال المحدد. Operational management in a non-for-profit organization إدارة العمليات في المنظمات الغير الهادفة للربح هل هي مهمة ولا غير مهمة؟ طيب term such as يعني comparative advantage الكلمة اللي هو الترمز المصطلح الخاص بال comparative advantage الميزة التنافسية، بالتالي markets أسواق and business الأعمال which are used in this book اللي هو استخدمناها في هذا الكتاب أو اللي هو هذا المحاضرة الذي يعني are usually associated with companies in the for profit sector
تمام، انه يعني الكلمات والمصطلحات الخاصه زي مثل الميزه التنافسيه والاسواق والاعمال المستخدمه يعني في الكتاب هذا ونحن الان مستخدمينها في المحاضره هذه، هي يعني تشير هذه الكلمات ترتبط بشركات في القطاع الربحي، ميزه تنافسيه، اسواق، بزنس، كل هذه الاشياء يعني هي مشاع في القطاع الربحي او البروفيت سيكتور. Yet, operation management is also relevant to organizations whose purpose is not primary to earn profit. بالتالي مع كل هذا الأمر، بالتالي إدارة التشغيلية هي تكون ذات صلة أيضا بالمنظمات التي لا تهدف في المقام الأول لكسب الأرباح. يعني هذا يريد أن يوضح أو في هذا السلايد يوضح أنه المنظمات الغير هادفة للربح أيضا تعتبر الإدارة التشغيلية مهمة لهذه المنظمات، لأنه بالرغم من أنه هي غير هادفة للربح لكن تريد أن تنشئ خدمة أو سلعة وتقدم هذه الخدمة أو السلعة للمستهلك أو للعميل أو تخدم مجتمع ما. بالتالي يعني استخدمت كلمة create إنشاء. هذه create إنشاء إذا كنت بتهدف للربح أو غير تهدف للربح سوف تستخدم إدارة يسمى بإدارة العمليات أو operational management أو إدارة التشغيلية أو operational management تسمى الإدارة التشغيلية في مجال محدد. لذلك يعتبر كذلك الإدارة التشغيلية مهمة للشركات الهادفة للربح أو الشركات الغير هادفة للربح في مجال محدد. What next? The new operations agenda. أجندة خاصة بإيه؟ الجوانب التشغيلية الجديدة. Daily over the last few years, changes in the business environment have had a significant impact on the challenges faced by operational managers. يعني هذه الأجندة في السنوات أنا قليلة ماضية أتكلم عن هذه الأجندة، كان للتغيرات في بيئة الأعمال تأثير كبير على التحديات التي تواجهها مديري التشغيل. يعني هنا عاوز أوجه إنه في تحديات، في أجندة جديدة ظهرت مع ظهور التكنولوجيا الحديثة، وهذه يعني كانت تشالنج، تحديات واجهت إدارة تسمى الإدارة التشغيلية. ومن الذي يدير الإدارة التشغيلية اللي هو الأوبريشنال مانجرز، المديرين التشغيليين. يعني في أجندة جديدة، تكنولوجيا حديثة لابد أن يتم استخدامها، لذلك وتتعلق بالكواليتي بالجودة بكل هذه الأشياء. بالتالي هذه أجندة جديدة، يعني هذا الصناعات، يعني في شهرة صناعات جديدة، يعني هذه التطورات أدى إلى أنه هناك إندستريس، يعني طبيعة جديدة أو العديد من الصناعات يعني لم تكن متواجدة من قبل. بالتالي مديري العمليات لابد أنه يعني يواكبوا هذه التجديد الموجود في الأجندة الجديدة للجانب التشغيلي لمواكبة هذا الأمر. حتى التوقعات الخاصة بالعملاء، يعني العملاء الآن لديهم توقعات فيما يتعلق اللي هو الإكسبكتيشنز المتعلقة بالكواليتي. طيب الكواليتي الموجودة في المنتج، من الذي يقوم بترجمة هذه الكواليتي؟ هو الأوبريشنز مانجمنت، الإدارة التشغيلية من خلال إدارتها من قبل شخص معين يسمى الأوبريشنال مانجر، المدير التشغيلي. لذلك هذه التحديات يعني كانت تشالنج، هذه الأجندة كانت تشالنج، كانت تحديات، لكن بفضل المواكبة أصبحت اللي هو الجانب الخاص بالديفلوبينج، الجانب الخاص بالأوفتين ديجيتال تكنولوجيز آر ليدينج تو مور فريكوينت نيو برودكت سيرفيسز. تالي إنترودكشنز، كل هذه الأشياء أصبحت يعني الجانب الخاص تؤدي التقنيات السريعة التطور الرقمية كأجندة أو كتشالنج إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة بشكل متكرر. لذلك يعني لابد أن الإدارة التشغيلية تواكب، وفعلا واكبت فيما يتعلق بالعملية الخاصة بالأجندة الجديدة الخاص بالتشغيل. Customers have increased physical and environmental activity. معنى العملاء زاد من الحساسية الأخلاقية والخاصة بالبنية. Also the impact of new practices. ده كله بيتعلق بالأجندة الجديدة.
بروسيس تكنولوجيز اللي هو العمليات التكنولوجيه الجديده ان بوز مانيفاكتشرنج اند سيرفيسز. يعني هذه التقنيات الجديده والاجنده اللي كانت تحدي كانت في الجانب الخاص بالمانيفاكتشرنج، شركات تقوم بالتصنيع وشركات تقوم بتقديم الخدمات. لكن الاداره التشغيليه يعني سوف تواكبت هذا الامر من خلال من الجانب الخاص بفضل التطور الحاصل في العمليه الاداريه والعمليه الخاصه في المجال. لذلك انه يعني this leads يعني هذه جعلت انه ال operational having to change the way they create their product and services. يعني لابد ان تغير من الطريقه التي تنشئ بها الخدمات والمنتجات، بالتالي serve their customers related to stockholders and involve their workplace. يعني الشركات لازم انها تغير من الطريقه التي تنشئ بها المنتجات والخدمات وخدمه العملاء، وكذلك يعني تربط اصحاب المصلحه بالستوك هولدر واشراك القوى العامله لديها في المجال المعين. بالتالي just as importantly globalized بالتالي supply markets are opening new options in how operations source input goods and services. بالتالي يعني بنفس القدر من الاهميه الخاص للجانب الخاص انك تنشئ وترد اصحاب المصلحه وكل الاطراف، بالتالي الاسواق بتفتح الجانب الخاص يكون هناك في العولمه وخيارات جديده في كيفيه مصدر الجوانب التشغيلي للسلع والخدمات المتداخله تكون بطريقه مقبوله من قبل الكاستمر او الكليين في المجال المحدد. هذه ما يتعلق بالاجنده الخاصه بالعمليات او الاجنده الخاصه بالجوانب الجديده التي تواجه مديري التشغيل او الاوبريشنال اوبريشنز مانجرز. So what next? What is the input transformation output process? ما هي عملية المدخلات والجانب التحويلي والمخرجات؟ All operations create and deliver services and products by changing input into output using the input transformation output process. كل العمليات أو كل هذه يعني جميع العمليات الخاصة البروسيس هنا عمليات تقوم بإنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات عن طريق تغيير أو تغيير المدخلات هذه إلى مخرجات باستخدام عملية تسمى عملية التحويل أو عملية الإدخال أو العملية التحويلية حتى تصبح هذه المدخلات مخرجات في مجال معين. فيجر رقم 5 هذا الشكل يعني show this general transformation process model that is the basis of all operations. يعني هذا الشكل بوضح لنا يعني نموذج لعملية التحويل العام الذي يمثل أساس جميع العمليات من التحويل يعني المدخلات إلى المخرجات في المجال المعين. بالتالي put simply operations are processes that take in a set of input resources which are used to transform something of or are transform themselves into output of services and product. بالتالي and also all operations conform to this general input transformation output model. They differ in the nature of their specific input and output. تمام؟ يعني بالشكل هذا واضح النموذج ببساطة. هذا الأمر تسمى ال operations عمليات. يعني التحويل هذا كون نحول المدخلات تصبح لها عمليات تحويلية تصبح مخرجات، هذه نعملنا operations. بالتالي هي التي يعني تأخذ في مجموعة من الموارد resources المدخلات وتستخدم لتحويل هذه المدخلات إلى شيء ما وتصبح مخرج في المجال المعين. المخرجات والمخرجات هذه إما سلع أو خدمات. تمام؟ على الرغم من إنه يعني جميع هذه العمليات البروسيسز هذه يعني تتوافق مع نموذج تسمى نموذج المدخلات والمخرجات والعمليات التحويلية، لكن هناك اختلافات differences. هذا الاختلاف تكون في طبيعة المخرجات اللي هو الخاص بها في المجال المعين specific input and output مخرجات المدخلات. طيب نشوف العمليات الخاصة بهذا الشكل ووضح العملية. يعني أول حاجة دي الانبوت المدخلات إما تكون transfer resources فيها materials information والكاستمر، دي مدخلات. أيضا دي مدخلات facilities staff
كل هذه المدخلات ماتريس مواد خام انفورميشن معلومات لو الكاستمرز العملاء يعني لا يعني لم نعرف احتياج عملاء لم نقوم بهذه العملية فاسيلتيز كل اللي هو الحاجات المثل عن ستاف موارد بشرية دي كلها عبارة عن انبوتس مدخلات. طيب هذه المدخلات ذا ترانسفورميشن بروسيس تحصل لها عمليات تحويلية يعني هذا شيء يسمى عمليات تحويلية. هذه العمليات التحويلية بتصبح اوتبوت. الاوتبوت اما برودكت اور سيرفيسز اما سلع او خدمات. طيب هذه السلع والخدمات لابد انها تخلق قيمه فاليو ادد فور كاستمرز يعني السلع والخدمات التي انشي من خلال العمليه التحويليه او من خلال العمليه من خلال البروسيس واستخدمنا فيه داخل البروسيس يعني شيء يسمى اوبريشنز تصبح سلع وخدمات. هذه السلع والخدمات لابد ان تكون لديها ادد فاليو تضيف قيمه لمن؟ للكاستمرز للعملاء او المستهلكين في المجال. هذه هو يعني اول يعني اوبريشنز ار انبوت ترانسفورميشن اوتبوت بروسيس بهذه العمليه. هذه المكونات الخاصه بالمدخلات وعمليات تحويليه مكونات المخرجات سلع وخدمات. هذه السلع والخدمات تخلق فاليو او فاليو كرييشن. input of the process or processes اللي هو الجانب الخاص بأنه يكون هناك مدخلات. طيب هذه المدخلات أول حاجة materials مواد خام يعني المواد الخام واحدة من الماتيريالز المهمة جدا يعني بيستخدمها يعني اي عمل يعني لا بيكون في ماتيريالز المواد الخام زي العمليات التي تعالج وشرحنا هذه الماتيريالز منها يعني مجموعه من الاوبريشنز زي المواد الخام يعني الماده التي تدخل في الصناعه المعينه هذه واحده من المكون من مكونات المواد الخام او من مكونات المدخلات هي الماتيريالز او المواد الخام المواد التي تحتاجها الصناعه المعينه لابد تكون هناك مواد. طيب هذه نوع اول من المدخلات. طيب من اثنين من المدخلات ايضا الانفورميشن نشرح في المدخلات الانفورميشن معلومات هذه المعلومات هذه تساعد اللي هو العمليه او متخذ القرار في العمليه لاتخاذ قرار واحتياجات عن شيء معين معلومه اوبريشن ويتش بروسيس انفورميشن بالتالي could do so to transform their informational processes that is the purpose of form of the information. بالتالي المعلومات مهمة جدا لأنه الأوبريشن هذه التشغيل هي التي تعالج المعلومات يمكن أن القيام بذلك عشان نحول الخصائص المعلوماتية لغرض معين أو شكل معين لذلك المعلومات بتصبح مكون من مكونات أو المدخلات في العملية المعينة. بعد المواد يكون في معلومات. طيب what about number 3 customers المكون الثالث من المكونات من المدخلات احنا لا زال بنشرح في المدخلات الكاستمرز العملاء بالتالي الاوبريشنز التشغيل تعالج الاحتياجات الخاصه بالعملاء بالتالي الخصائص اذا كان فيزيائيه او اي خصائص خاصه بالمواد بالتالي هذه مهمة جدا انه الكاستمرز هم ايضا جزء او جزء من المدخلات الخاصة بالعملية التحويلية او بالعملية التشغيلية الكاستمر. طيب اربعة هذه ثلاثة الكاستمر ثلاثة بجانب يعني المواد كان من واحد من اثنين المعلومات ثلاثة الكاستمر من اربعة الفاسيليتيز او المرافق العامة التي تحتاجها العملية في التشغيل في الجانب التشغيلي للمباني والمعدات والمساني والتكنولوجيا كلها facilities buildings equipment هذه كلها technology of the operation كلها facilities. Finally we have staff people or operate maintain staff طاقم العمل الأشخاص الذين يقومون بتشغيل وصيانة وتخطيط وإدارة العملية يعني إذا توفرت كل هذه الأشياء إن لم يتوفر هناك أشخاص يقومون بتشغيل ويقومون بصيانة وتخطيط وإدارة العملية لا نستطيع أن ننتج ولا تستطيع أن تكتمل عملية الأوبريشنز لذلك الستاف الطاقم العمل هو جزء
مكون أساسي من مكونات المدخلات الخاصة بالعملية الإدارية. هذه اللي هو المدخلات لأي عملية، عملية متعلقة بالتشغيل. المخرجات الـ output from the process، طبعا أي output في الشكل وضحناه إما تكون product أو تكون services، إما منتجات أو خدمات. هذه المنتجات والخدمات قلنا بتجبر أو تخلق قيمة value creation for customers. بالتالي product and services are different، يعني في اختلافات. المنتجات والخدمات هي مختلفة، ليست نفس المنتجات والخدمات لأي شركة أو لأي عملية. بالتالي products are usually tangible، يعني في اختلافات انه المنتجات هي دائما تنجبل. تنجبل بتس مين ملموسه، اشياء ملموسه تنجبل ثينجز. وير سيرفيسز بالتالي ار اكتيفيتيز اور بروسيس، هي طبعا انتنجبل. المنتجات والخدمات مختلفه، يعني تكون المنتجات اشياء ملموسه، بينما الخدمات هي انشطه او عمليات. انشطه وعمليات بالتالي انتنجبل، هي غير غير ملموسة. services or activities or a process. بالتالي يعني المخرجات، مثلا نوضح كل أمثلة وإكزامبل، لكن مثلا عاوزين نوضح في هذا السلايد إنه مكونات المخرجات للعملية الإدارية الخاص بالجانب المتعلق بالعملية، عملية تشغيلية. المخرجات إما سلع أو خدمات، وهناك اختلاف بين السلع والخدمات. السلع هذه البرودكت هي تنجبل ملموسة، أما الخدمات هي عبارة عن أنشطة أو عمليات غير ملموسة في المجال المحدد. كاستمرز بتعمل المدخلات، الكاستمر تحدثنا عنها عبارة عن الانبوت، صح؟ إذا نعرف الكاستمر هنا تعريف شامل. كاستمرز to be an input to many operations. بالتالي but they also the reason for their existence، بمعنى معروف انه العملاء هم من مدخلات العملية، لكن سبب وجودهم المنظمة او سبب وجود المنظمة نفسها هو الكاستمر. كون المنظمة تكون موجودة ومستمرة بفضل الكاستمر أو بفضل اللي هو هؤلاء اللي هو الكونسيوم أو الكاستمر في المجال المعين، الذين يعني يقومون بشراء المنتجات والخدمات الخاصة بالعملية الإدارية الخاصة بالشركة أو الخاصة بالمنظمة التي تقوم بإنشاء المنتجات والخدمات بفضل وجود أو التزام هؤلاء الكاستمر بالشراء الخاص بالمنتجات والخدمات الموجودة التي تقوم بإنتاجها الكاستمر في المجال المحدد، تقوم بإنتاجها المنظمة في المجال المحدد التي تقوم بشراء الكاستم. So what is the process hierarchy؟ 4 ما هو التسلسل الهرمي؟ So far we have discussed operation management، يعني ناقشنا الجانب الخاص بالإدارة التشغيلية، مدخلات وعمليات تحويلية ومخرجات على مستوى العملية. Input transformation، بالتالي output model at the level of the operations، يعني العملية الخاصة بالتشغيل. وده مثال بوضح انه يعني كيف تقوم عملية الهيراركي في التوصيف. دايما في هذا السلايد خلينا اوضح هنا كيف يتم عملية الهيراركي. التسلسل، التسلسل يعني وضحه أو موضح الآن في السطرين الأوائل من خلال يعني المدخلات، الجانب اللي ناقشناه المدخلات وعمليات تحويلية ومخرجات. يعني ما يعني المخرجات لا تسبق المدخلات. التسلسل بنبدأ بالإنبوت مدخل، ونصبح عمليات تحويلية، ونسم هذه العمليات التحويلية بتصبح مخرجات، والمخرجات هذه بتصبح يعني ليس بتصبح، بتخلق قيمة لدى المستهلك. هذه التسلسل للعملية الإدارية الخاص بالبروسيس، العملية تسلسل العملية، تسلسل العملية مدخلات عمليات تحويلية مخرجات المجال. Overall we'll see that the operational consists of the
collection of the process. يعني through the C process may be called unit or department. تالي هذا الديبارتمنت أو اليونت بيكون بعملية اللي هو interconnecting with each other also form network. يعني هذه عبارة عن أمثلة بتوضح انه لكن التسلسل دائما اللي هو من خلال هذه الجزئيات المراحل الثلاثة للعملية اللي هو التشغيلية. Each process act أي عملية الخاص يعني act تعمل على شنو؟ similar version of the world operations of which they from apart and transfer processes follow in business same in follow in between them. تالي يعني تعمل كل عملية كنسخة smaller أصغر من العملية بأكمل لأنه تشكل جزء منها، بالتالي تتدفق الموارد التي يعني نقوم بتحويلها فيما بينها في المجال المعين لتخلق أسئلة أو خدمة في المجال المعين. بالتالي يعني هذه الجوانب الأساسية في كل fact within any operation the mechanism that actually transform input to output and other process في الجانب الخاص بالعملية الإدارية. A process دائما is an arrangement of resources and activities that transform input into output that satisfy internal and external customer needs. هذا هو تعريف العملية. نكتفي في هذا السلايد بالتعريف الخاص بالعملية بعد ما قمنا بكل هذه الجوانب، لكن نعرف هذه البروسيس أو الجانب الخاص العملية نفسها. العملية هذه العملية يعني التعريف لهذه العملية هي ترتيب للموارد والأنشطة التي تحول، يعني من خلاله نقوم بتحويل هذه المدخلات إلى مخرجات، وهذه المخرجات لابد إنها تلبي احتياجات العملاء الداخلية والخارجية في المجال المحدد. هذه تعريف العملية في المجال المحدد والمجال المعين. What next? The internal customer يعني العميل الداخلي concept هذه provide a model to analyze the internal activities of an operations. يعني يوفر مفهوم العميل الداخلي هذا كمفهوم نموذج، هذا النموذج من خلاله تحديد الأنشطة الداخلية للعملية الخاصة، العملية اللي عرفناها قبل قليل هذه العملية. بالتالي يعني من خلال هذه العملية يكون هناك operations، يعني أي من خلال العمليات المراحل الثلاثة هذه نستخدم فيها operations. It is also useful reminder that my trading internal customers with the same degree of create an external customer that effectiveness of the whole create whole operation can be improved. تالي من هذه الأشياء يعني كمثال يعني تذكر إنه يعني من المفيد هناك معاملة للعملاء الداخلين بنفس درجة العناية زي العملاء الخارجيين، لأن لا نعامل العملاء الخارجيين بشكل والعملاء الداخلين لا، يعني يكون في كير للإكسترنال للإنترنال لايك إكسترنال، يعني لا نفرق بين العملاء. بالتالي لماذا؟ عشان نحسن من فعالية العملية برمتة والجانب الخاص بالتشغيل في العملية الإدارية. ذلك يكون في شكل أو في تيبل، هذا التيبل يوضح how wide range of operation can be distributed in this way، كيف يمكن وصف مجموعة واسعة من العمليات بهذه الطريقة الذي فيها جانب من العمليات. هذه هي some operations describe and terms of their operations. نلقى إنه ال airline بيكون هناك اختلاف مختلف، وكذلك لدينا اللي هو department store and police officer ice cream management. بالتالي هذه اختلافات في الجوانب الداخلية لكل عملية من العمليات أو لكل جانب تشغيلي في هذه العمليات الخاصة بالشركات المختلفة أو المنظمات التي تقدم خدمات مختلفة. Operations management is relevant for all part of the business. يعني إدارة العمليات هذه ذات صلة بجميع أجزاء العمل في كل المنظمات. تاني في شكل رقم 7 هذه الفيجر for example يعني example determines that is not just the operational functions that managers process all functions. بالتالي manage process كل الوظائف الأخرى بكل لديها، يعني هذه ليست وظيفة التشغيلية نفسها، هي فقط
يعني التي تدير العمليات، لكن جميع الوظائف الأخرى تدير العمليات في المجال معين. فور اكزامبل، هذه مثال مثلا زي الماركتنج فانكشنز، و يعني الماركتنج فانكشنز هاف بروسيس ذات كرييت تالي ديماند فور كلوز ام ديماند فور فوركاست ات ذا سيم تايم، اللي هو بروسيسز ذات كرييت اللي هو ذا ادفرتايزنج كومبانيز اند بروسيسز ذات كرييت ماركتنج بلانز، يعني بقوم بعمليات خاصه ب الماركت الخطط التسويقيه، يعني لديها اشياء في المنظمه، يعني ليس كل الاشياء تدير اداره تشغيليه، يعني هناك وظائف اخرى تقوم ببعض الاشياء. نشوف هذه العلاقه ما بين الوظائف الاخرى، هذا الشكل بيوضح العلاقه، يعني ليست هنا وظيفه التسويق او سوري وظيفه العمليات نفس فقط هي الوظيفه التي تدير العمليات، لكن جميع الوظائف تدير العمليات. ومثال كان وظيفه التسويق التي تقوم بانشاء توقعات الطلب، وكذلك العمليات في حملات الاعلانيه وكده، و في نفس الوقت تحتاج هذه الوظيفة وزارة التشغيل من هذا الإعلان لكي تقوم بتسليم المنتج أو الخدمات التي قامت بإنشائها في المجال المعين. لذلك نلقى أن الوظائف الأخرى كذلك لديها بعض الإضافات أو بعض الإسهامات المتعلق بالجانب الخاص في العملية في البروسيس، وليس في الأوبريشنز في البروسيس. بزنس بروسيسز في العملية التجارية، هذه العملية التجارية اللي هو however business attempted to satisfy its customers need will use many processes both in the operation and its other functions. هذه العملية أنا تحاول من خلال تلبية الاحتياجات الخاصة بالعملاء، العملية التجارية هذه بالتالي تستخدم العديد من العمليات في كل من العمليات التالي والوظائف الأخرى في المجال المعين عشان نمارس من خلال البيزنس بروسيسز. How do operations and process differ؟ يعني كيف يعني تختلف الاختلافات الخاصة بالجانب التشغيلي والعمليات؟ يعني تختلف هذا من خلال يعني أربع عناصر، وهذه تسمى يعني تختلف في عديد من الطرق، لكنك أربع منها معروفة في four which is يعني في طرق عديدة، لكن يعني four of which knowing. بالتالي هذه الأربع أشياء التي تجعل هناك اختلافات بين العملية والتشغيل، بالتالي as the four V's يعني أربعة، يعني كلها الأربعة تبدأ بحرف ال V، سمي بـ four V's. four V's are articulated important، يعني الأشياء الاختلافات أو الأشياء الأربعة التي تمثل الاختلاف ما بين العملية والتشغيل كلها بتبدأ بحرف ال V، سمي بال four V's. أول حاجة في ال volume، في حجم الإنتاج volume of the output، output المخرجات، يعني في اختلاف في العملية في بين العملية وبين التشغيل في الفوليوم. نمرة اثنين، هناك اختلاف بين العملية والتشغيل في الفاريتي، في التنوع، تنوع في تنوع في الإنتاج. يعني كل هذا أنا بنقول الفوليوم في الإنتاج والتنوع في الإنتاج كلها حتى التباين. ثلاثة اللي هو الجانب الخاص التباين، هناك اختلافات، يعني بيكون في اختلافات في حجم الطلب. فاريشن هذا حرف الفي. أخيرا اللي هو الجانب الخاص بمتعلق ب وضوح الرؤية، جمع كلمة اللي هو visibility أو الجانب الخاص بالرؤية، يعني درجة الرؤية الخاصة بالعملاء في إنشاء المخرجات تختلف من العمليات، وكذلك بين العمليات والتشغيل في المجال. هذه أربع عناصر وأربع طرق تختلف فيها الأوبريشن مع البروسيسز، يعني كيف نفرق ما بين العملية والتشغيل من خلال العناصر الأربع اللي هي بتبدأ بحرف الفي في المجال المحدد. What do operation managers do؟ ماذا يفعل هؤلاء المديرين الاستراتيجيين أو المديرين التشغيليون؟ operation مدير تشغيلي، ماذا يفعل هذا المدير؟ بالتالي قلنا يعني هذه الشخص هو الذي يعني من خلال إدارته يقوم بإنشاء، يعني الإدارة تقوم بإنشاء السلع والخدمات والتسليم هذه السلع والخدمات لدى العملاء. طيب here finally here يعني we classify operation management activities under the four headings، يعني نقوم بعملية نصف أنشطة خاصة بإدارة التشغيلية من خلال المدير التشغيلي من خلال أربع أشياء أساسية. المدير اللي هو التشغيلي بيقوم بعملية الدايركت، توجيه، ديزاين، ديليفر اند ديفلوب، أربع أشياء، يقوم بأربع أشياء من خلال المجال المحدد. طيب أولا دايركتينج، توجيه، دايركتينج ذا اوفر اول
Strategy of the Operations، بقوم بعملية توجيه الاستراتيجية الشاملة للعملية. هذه المهمة الأولى، المهمة الأولى التوجيه. أيضا في التوجيه دائما يعني يكون في فهم عام للعمليات والتشغيل الاثنين مع بعض والغرض، وكذلك اللي هو الاستراتيجيك يعني purpose أو القرض الاستراتيجي في المجال معين، أو لماذا من أجل الأداء الاستراتيجي بالنسبة للشركة. لازم المدير أو المدير التشغيلي يقوم بعملية الدايركتنج. هذا السيم. The second one اللي هو designing the operations resources and processes، تصميم موارد العملية والعمليات الاثنين مع بعض. الديزاين تصميم activity يقوم بالأنشطة، وكذلك يحدد الجانب المادي للعمليات والجانب الخاص للتشغيل ويشكل، وهذه الأشياء لازم أنه يتماشى مع الخدمات والمنتجات التي تقوم بإنتاج هذه الشركة أو هذه المنظمة. بالتالي designing the operations resources and processes اللي هو تصميم موارد العملية وكذلك الموارد الخاصة بالتشغيل أو التشغيلية في المجال المحدد. هذه الجانب الثاني. ثلاثة planning and control process deliver، يقوم بعمل التخطيط والرقابة في تسليم العملية. يعني بعد ما يقوم بالتصميم تالي يجب أن يخطط ويراقب التسليم الخاص بالمنتجات والخدمات. حتى التسليم الخاص يعني هنا بالمنتجات والخدمات التي يقدمها، وكذلك من السبلايرز اللي هو من الموردين من خلال العملية الإجمالية للعملاء في المجال المحدد. فاينالي أربعة، الشيء الذي يقوم به اللي هو developing process performance، يقوم بعملية تطوير أداء العملية، يطور من أداء العملية. دائما تطوير أداء العملية يعني الاعتراف بأنه مدير التشغيل أي مديري العمليات نفسه لا يمكنهم ببساطة تقديم هذه الخدمات والمنتجات إلا بشكل روتيني، لكن إلا من خلال هذه التطوير، يعني الاحتياجات للعملاء متطورة، لذلك لابد أنه يواكبوا هذا التطور من أجل العملية الخاصة بالمجال المعين أو المجال المحدد في المجال المعين. هذه جانب الأربعة في المجال. Operation Management Impact تالي Environmental Sustainability، تؤثر إدارة العمليات على الاستدامة البيئية. طيب هنا نتحدث عن مفهوم تسمى الاستدامة البيئية أو Environmental تالي Sustainability means. ماذا تعني هذه الاستدامة البيئية أو الاستدامة البيئية؟ بالتالي means according to the and report as the name of person شخص from the unit of كده، نوضح انه meeting the need of the present without compressing the ability of a future generation to meet their own needs. تعني هذه وفقا لهذه الموبانت يعني وتقرير خاص بالأمم المتحدة، انه هذه العملية يعني القدرة البيئية المستدامة هذه تعني تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بمقدرة الأجيال generations المستقبلية، تالي يعني أو الأجيال القادمة في المستقبل على تلبية الاحتياجات الخاصة في المجال المحدد. هذه ما يتعلق بالقدرة البيئية المستدامة. يعني الشركة من خلال الجانب التشغيلي لابد أن يكون لديها قدرة مستدامة في المجال المعين. But more directly اللي هو بعبارة أكثر يعني مباشرة هنا، it means the extent to which business activity تالي يعني negatively impact the natural environment، يعني كذلك مدى تأثير النشاط التجاري بشكل سلبي على البيئة الطبيعية في المجال المحدد. يعني هذا هو التعريف الجانب الخاص. إن لم تواكب هذا الأمر القدرة البيئية المستدامة معناها يكون هناك يعني شيء سلبي في المجال المحدد. The model of operations management نموذج إدارة التشغيل أو إدارة التشغيلية operations. في هذا النموذج لدينا نوعين من الأشياء يمكن الجمع بين two ideas، فكرتين في هذا النموذج. فكرة أول the first سمع الفكرة الأولى the first idea، الفكرة الأولى هذه that operations and the processes that make up both the operations and other business functions are daily transformation system that take in input and
use process resources to transform them to output. الفكرة الأولى إنه التشغيل، الجانب التشغيلي هذا، والعمليات الاثنين مع بعض تشكل كل من العمليات ووظائف الأعمال الأخرى هي أنظمة تحويل تأخذ المدخلات وتستخدم الموارد الخاصة بالعملية لتحويل هذه الموارد إلى مخرجات. هذه الفكرة الأولى بالنسبة للـ Operation Management، تحويل هذا الجانب من خلال عملية نحول المدخلات إلى المخرجات. طيب what's the second idea؟ الفكرة الثانية فيما يتعلق بنموذج الإدارة التشغيلية that is resources both in organizational operations and world and in it is individual process need to be managed in terms of how they are directed. بالتالي how they are designed and how delivered is planned and controlled. الاثنين مع بعض. And how they are delivered and developed and improved. هذه الفكرة الثانية يعني فيما يتعلق بالجانب الخاص بالإدارة التشغيلية، في النموذج الخاص بالإدارة التشغيلية، إنه يعني الموارد هذه هي الموارد يعني في كل عمليات المنظمة، في كل العمليات الخاصة بالجوانب التشغيلية الفردية تحتاج إلى إدارة من حيث كيفية التوجيه دايركتي، وكذلك من حيث كيفية الديزاين التصميم، من حيث كيفية التخطيط والتسليم الاثنين مع بعض، والرقابة، تخطيط والتسليم والرقابة. الرغبة في هذه الموارد، وكذلك كيفية تطوير هذه الموارد وتحسينها في المستقبل. طب هذه الفكرة الثانية متعلقة بهذه الجانب والعملية الإدارية. هنا كون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، المحاضرة العاشرة من مقرر Strategic and Operational Management التي بعنوان Operational Management. يعني هذه المحاضرة طبعا في مرجع مختلف عن المحاضرات الفائتة، هذا المرجع معروض أمامنا، معلومات الخاصة بهذه المحاضرة Operation Management بالتالي 8 Edition نيجلسك name of person to prepare this book، هذا الكتاب بالتالي الغلاف هذا معروض أمامنا، هذا الكتاب للمزيد من المعلومات في المجال المعين. I hope you enjoy this lecture. بالتالي نصل إلى ختام هذه المحاضرة وكذلك المحاضرة العاشرة والأخيرة من هذه المقرر. أخيرا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.